يتفق المؤرخون على أن درب الجمالة الرابط بين الطائف ومكة المكرمة عبر الكر أحد أقدم الطرق الأثرية، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام، وكان طريقا لقوافل الحجاج والمعتمرين والتجار التي كانت تسلك هذا الطريق قبل أن يشق طريق الهدى الحالي قبل 60 عاما. ورغم وعورة الطريق وصعوبته وبعد المسافة الرابطة بين الكر وقمة جبل الهدى، إلا أنه كان يعد طريقا مهما للقوافل يختصر المسافات بين مكة والطائف. هذا الطريق من الطرق القديمة حقيقة التي أيضا تسبق عهد النبوة، فكان هذا الطريق يستخدم لنوعين من الدواب، هي الجمال وأيضا أكرمكم الله الحمير. هذا الطريق عمر بعد ذلك في تقريبا 430 من حاكم يسمى سلامة. هذا الحاكم أيضا جعل من الطريق بالشكل الذي نراه الآن بشكل أكثر تطورا، لا وهو الرصف بالأحجار من طبيعة المكان، وأيضا أصبح الطريق يتسع لأكثر من دابة في نفس الوقت. يتميز هذا الطريق بشكل الهندسي المتعرج الذي يساعد المشاة والجمال على سلوكه بيسر وسهولة رغم محدودية الإمكانات الفنية وقت إنشائه. خالد الربعي، الطائف.